انتبه اشقال، انتبه اشقال. بونجور، مرحبا امين، مرحبا اياد. الناس يسمعوا فينا الكل. باش نحكيو كما قلنا على زيارات وتحركات رئيس الجمهوريه البارح اللي كان عمل دوره كبيره. بداها من الضريح الشهيد فرحات حشاد، وبعد مشى للافنيو، مشى لوزاره املاك الدوله، مشى لمجمع الحليب ومعمل الحليب في سليمان. دونك عمل دوره كبيره برشا، وكان للاسف اليوم في 2022 نشوفوا مواطن وقت يجي قدامه رئيس الجمهوريه هكا يقول: يا سيد رئيس الحليب، يا سيد رئيس الحليب ما نحبوش شيء، نحبوا الحليب. معناها اليوم حاجة بالحق تأسفنا برشا، ما كنا نتمنى مواطن يشوف رئيس يطلب حاجة أخرى بالحق تكون أهم ياسر، لكن هذه أصلا شو نجم منعرفش، نجم يقولوا مليار دار حسن أي حاجة أخرى. ما الحليب راهو من أول حاجة يحتاجوها خاصة للأطفال. أنتوكا الحليب كان هو بطل البارح النهار متاع رئيس الجمهورية، زيارات متاعه اللي كان حكي عليه مش كان في مجمع الحليب بعد في الليل، ولكن وقت اللي مشى لوزارة أملاك الدولة هنا مش بعيد في شارع محمد الخامس، وكان حكي على الحليب مع الأجون اللي هو يخدم في وزارة أملاك الدولة. مش كيف أقول المرأة تقول الحب على حليب، مرأة جيعان علاش الحليب ما تغلاش مرأة. لا كنا متلقى بطبيعة الحال التفسيرات التقليدية والبقر والعنفة إلى آخره، ولكن إذا كان العنفة والبقر مش موجود أش بيه موجود الحليب صفر الدسم ولا كامل الدسم؟ الغالي موجود، الغالي موجود، فهمتش الحليب ولا خمرة؟ أي الصفر دسم، فما بقر متاع صفر دسم وبقر متاع كامل الدسم، والنصف الدسم هو اللي اندفع مشاه بالسوق. البقاء كل مرة مرة يعملوا أزمة، والهدف التنكيل بالشعب التونسي. مرة لو كان حليب مش موجود علاش المواد الأخرى المشتقة من الحليب والحليب نفسه مرة اللي مش يشيب بـ 2300 موجود عمل مسعر مرة المرة تحكي كانت تقول عن نحب على حليب موجود يخبيه فيه من البيع مشروع خفضت على البيع يأخذ معلي ورد. ولا دونك هذا كان ما اللي جاب على السؤال هذا بسيطه اللي تسال فيها رئيس الجمهوريه، معناتها بسيطه برشا، موجوده خاطر غالي ما يشريوش، معناتها تو سامبلومون الناس كل يشريو في الحليب الازرق هذاك اللي لازم يزم يفسروا انه النص الدسم مدعم هذاك علاش رخيص، والاخر كسوا 0% ولا الكامل ماهوش مدعم دونك غالي. فماش بقرار كبير غالي ما فماش ولا ما خاطر هذا غالي هذاك على ما يدور به حتى حد، هذاك علاش يقعد هو المتوفر. اما ابقار نصف الدسم الحق تاع الدسم ما ريتهمش، هو نفس الحليب راه يخرجوا منه الزبده ويخرجوا منه الحاجات الاخرين، وبعد وبعد يخرج واحد دسم، واحد نصف دسم، واحد كامل الدسم، واحد 0%. انتوكا مشى هو في الليل لسليمان اكبر للابقار 0%. هو امين كان متصور انه معناتها البقره اللي تعمل الريجيم تعطي حليب 0%. انا اخويا نصدق اللي يقوله رئيس الجمهوريه بحذافيره، اموري اخويا انا نصدق على الكلمه. مشى في الليل المصنع نتاع الحليب في سليمان، وكان هكا وهو يحكي مع صاحب المصنع حمدي المدب، ويحكيوا على الموضوع نتاع الحليب والنقص نتاعو كل شيء، فكانوا الناس اللي يخدموا في المعمل هكا تصرفوا. بالنسبة لتونس باش نمشي للحانوت العطري باش نشري ليترتين حليب ولا ستيك حليب ما فهمتهاش، تقول لك تشري فلوس عايش في الاستقبال. ما عرفش بالصوت، ما تنجمش تحكم ما شفتش التصاور. لا فما كان هو في التصاور، فماش تصاور دونك نسمع في صوتك هاو، دونك في الحكايه الكل فما كان صوت. استقبال فرحانين بتزغريتك هي هذايا كان الاستقبال نتاعو، وكان دار بيناتهم الحوار هذايا هو وسي حمدي المدب رئيس الجمهوريه وحمدي المدب يحكيو على المشكله نتاع الحليب منين، وهو حوار كان طويل دونك يحكيو على المشكله نتاع الحليب. لا يا اخويا زوز رؤساء ما تحكموا بعضهم، معناتها شنو يحكيوا على المشكلة متاع الحليب، ويحاول حمدي المدب يفسر المشاكل علاش، ورئيس الجمهورية زاد عنده اقتراحات. نسمع الحوار. مسالك التوزيع اللي لازمها تتحمل المسؤولية اللي هي قاعدة الضارب والاحتكار معنا الموجود، ولكن ما نجم نواجه هذا الظاهرة إلا بالإنتاج. بالإنتاج أول حاجة لازم نعاونوا الفلاح.
هو المشكلة في الفلاحة هي سلسلة كاملة مترابطة، ولكن نحن اليوم بمجهود حرب ضد الناس اللي قاعدة تحب تعبث بكوت التونسيين. كنا ما كانش موجودة، كان وقت ستيل موجود وكان يكفي معنا بسكل حليب بودر. حليب بودر لا على بودر، وفهم الآخر برلانجو ما كانتش موجودة معنا. اليوم يلزمنا العمر بطبيعة الحال مش متوجه اللي كانت يبارك، لكن أنت أكبر منتج في تونس، حتى لو كانت الأمر يتعلق بالتراجع مرة في نسبة الربح ولا في لا 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 احنا بالعكس انت الكمبنساسيون كل ما نش اللوجه هذا بالعكس نخموا على المواطن أكثر. نخموا على المواطن ليش ما عندناش الحليب بالنسبة للبودر دولي نساق لا اللي هو موجود في الخارج لا لكن الحليب موجود البودر هذيك يحطوه بور ليكستري سيك في الأغلب، أما بالنسبة للحليب يشتي كله فرش ممنوع. وإحنا تجاوزنا الفترة هذه. أما كانت في وقت من الأوقات نتذكر وقت اللي موجود حق حليب البودر بس ماشي صعب. حبت الحليب المشروب. لا حتى الآخر ما كانش خايب معنا حتى صحيح. وقت نتذكر في العوام السبعين. أم توكا كان الحوار حمدي المد بيقولوا لازم دعم الفلاح، راه المشكلة في الفلاحة، وهو يقولوا لا راه المشكلة في مسالك التوزيع والتجويع، واقترح الحليب البودر قالوا لا راه ممنوع ما نجموش، قالوا لا كيف السبعينات كنا ناخذوا فيه وكان حاجة باهية، لكن هو اليوم حاجة ممنوعة في منعرفش الأسباب شنية، ولكن هذا كان الحوار. لا هو راه معناتها المسألة الكلام اللي ظهر لي معناتها صاحب المعمل هو اللي كان يحكي المواطن اي سيد حمدي المد معناتها المواطن راكي باش تخيروا باش يشري حاجه فرشك ويشري بودر لو شويه فيت في معناتها قال لك بنين رئيس الجمهوريه مش حكيت بنين مساله انت سامحني تمشي باش تشري هو قال ممنوع معناها انا ما نعرفش الاسباب لكن هو مول المعمل قال ممنوع باش تمشي تشري لحم تشري كونجولي ولا تشري فرشك كيسكو تو بريفير لعل المكنجل بنين يخي توا نعرف عليه نجاوب انه عادات الاستهلاك نتاع التواسه وصلنا في السنوات الاخرانيه حققنا اكتفائنا الذاتي من الحليب، وحتى كيف تطرح موضوع تجفيف الحليب راهو تطرح للتصدير مش للتواسه دونك واضح اليوم غريب عام مش باش نرجعوا لحظه لحظه برك لحظات يعيشكم لحظات لهدا مراد بشوي وبرا فوتنا دقيقه معناتها دقيقه واحده فقط معناتها يمكن باش ناخذوا السيد حمدي المد برئيس الترجي الرياضي التونسي والمسؤول الأول عن الشركة اللي مشى لها رئيس الجمهورية لا دخل له بالاحتكار، الاحتكار الوحيد اللي عنده في دخل هو احتكار الألقاب في كرة القدم فقط. تفضل مراد سجل الاحتراز نتاعي تو غدوة باش نعاود نرجع نحكي في الموضوع. انت من احباء النادي الافريقي انتو كا يا جماعة ما تتعاركوش في الاخر. لا والله لا انا قلت حاجة غلطة معناتها انا ما قلتش هو قال حاجة غلطة اياد ولا لا مسير جاوب ولا هو جاوب وجاوب تعرف اللي فما مرسوم يعاقب على الاحتكار احتكار الألقاب هذا ما نجم يعاقب عليه حتى ربي سبحانه في الاخر باش نختم. رئيس كان مشال برشا بلايص وحكى على برشا امثال وسمعنا امثال شعبية وحكايات من قديم برشا، ولكن بين باش نرجع للزياره من الاول بالكل لوزاره املاك الدوله اللي كانت في البنيه اللي كانت هي بنيه نتاع التجمع الدستوري الديمقراطي الحزب المنحل وولات اسمها عماره الوطن، فهو ما عجبتوش التسميه هذه. حتى وزاره املاك الدوله اللي ما عم تحتاجش ممكن البنايه هذه، هو تبركنا نكتب حتى العنوان عماره الوطن شيء مكتوب عليه عماره الوطن وبالفرنسي كتبت اي ما يفرقش بين الوطن والهم. هذا المفروض رجل القانون يتحدث عن القانون، لازم تكون عمارة مش عمارة معنا لنا ترجع أموال الشعب للشعب، ترجع أموال الشعب للشعب ناخذوها نحن خديك. لكن ما فهمتش شكون الأستاذ القانون اللي سماها، شكون سماها إيد عمارة الوطن؟ نذكر أنه وزير أملاك دولة سابق نتصور اللي هو بلاي سمع شنو مصير هذه اللي هو شكون؟ هي ولات ملك الدولة وتم تحويلها إلى وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية هي توقف فيها عش هذيك كلها معتها غادي كانت نجم تكون معتها كانت نجم تبيع ودخل فلوس إيد وي كانت نجم تبيع لوتيل شان تعوتلها معروفة على الأخر ولا ما عادش تتباع خويا الشركة بانكا معناتها كانت نجم تتباع والدولة تدخل برشا فلوس الحزب اي اختي هجر انهي دونك هذه الفقرة نتاعنا وكيما قلنا مشكلة الحليب هو البطل الحليب البارح في زيارة الرئيس من البلايص اللي مشى لهم الكل.